في إطار العمل على مكافحة العمى وضعف الإبصار، تم استعراض أحدث التقنيات العالمية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ضعف الشبكية لدى الأطفال المبتسرين بالحضانات وتقديم العلاج اللازم لهم في مرحلة مبكرة، والتي كشف عنه الأطباء المختصون خلال فعاليات المؤتمر الدولي السادس لمجلس الشرق الأوسطي لأمراض العيون والجمعية الرمادية المصرية. برامج متخصصة لتحليل الصورة وتقدر تشخص بدقة عالية جدا، وتقدر تقول لك إن الشخص ده اللي عنده المشكله دي لازم ينزل في منطقه مركزيه او يروح لمنطقه اكثر يعني في خبره للتعامل مع هذه المشكله. الذكاء الصناعي كمان دخل في حياتنا في مجال عيون الاطفال بضخامه. كتير من الولاد عندهم كسل وظيفي، يعني العين سليمه بس ما بيشوفش بيها. بنجبر الام ان هي تقفل عين الطفل السليم ويخليه يستخدم غصب عنه العين اللي ما بيشوفش بيها، وده بيعمل صراع كبير جدا وبتفشل في حالات كتيره جدا هذه الطريقه. تطور العلم دلوقتي ان احنا عن طريق ال 3 دي بروجكشن ممكن الطفل يتفرج على فيديو من غير تقييد ومن كل اريحيه، وعينه الكسلانه تبتدي تشتغل تاني ويبتدي يشوف بيها. قدروا يعملوا بروجرامز كتيره قوي تحلل الصور دي وتطلع زي ما نقول المشاكل اللي موجودة في العين، مثلا زي نزيف أو حاجة كده، وبتتجمع وبيطلعوا منها بتشخيص إذا كانت مثلا الحالة دي لو عنده سكر فهو في المرحلة اللي محتاج فيها علاج، أو ضغط الدم مأثر مثلا في المرحلة دي محتاج علاج، أورام عيون الأطفال، و برضو اعتلال الشبكية في الأطفال المبتسرين. المؤتمر يعني يعطينا أحدث ما وصل إليه العلم في علاج أمراض عديدة للأطفال. كما تم خلال فعاليات المؤتمر الكشف عن بروتوكولات علاجية مستحدثة لأورام العيون لدى الأطفال وتجميل العيون واستخدام الليزك في العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة لمرضى العيون. سرطان عيون الأطفال خصوصا ان هو ما فيش الا مرض واحد اللي هو ريتينوبلاستوما، هو ده الوحيد اللي بيبقى موجود في شبكيه عيون الاطفال. ففي يعني تقدم كتير في استعمال العلاج الكيماوي سواء بالحقن الوريدي او بالحقن داخل العين، وانه اصبحنا دلوقتي ما بقاش بس الحفاظ على حياه الطفل لكن كمان الحفاظ على العين نفسها في مكانها والحفاظ على الرؤيه. يتم حاليا الحقن الكيماوي للأطفال المبتسرين لوقف اعتلال الشبكية للحفاظ على النظر وحقن تلك المادة التي لا تؤثر على نمو باقي أعضاء الجسم كما كان يحدث في الماضي، وهذا يعد سبقا علميا لعلاج الشبكية بدون التأثير على باقي أعضاء الجسم. باستخدام الذكاء الاصطناعي في علاج العديد من الأمراض المتعلقة بالطب وجراحة العيون تنتهي مع معاناة المرضى الذين هم في حاجة ماسة للعلاج. محمد حلمي، أني للأخبار.